مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البيض المقلي، طريقة كتير رائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نفصل البياض عن الصفار. بسم الله. نحط البياض هوني. نحاول قد ما فينا عمهال عشان الصفار ما يفرط معنا. هلا منحط الصفار على جنب. يا الله، نزل معنا شوية صفار بالبياض، ما بيأثر، مش مشكلة على كل حال. بسم الله، نركب المكنة. حطيت هوني فوق الصفار رشة ملح صغيرة، خلطهم مع بعض. بحطهم فوق هيدا الخليط. إن شاء الله بتمنى الوصفات اللي عم بعملها تكون عم بتنال إعجابكم. بخلطهم عرواق بهيدا الشكل، بقلبهم تقليب. واو، لونهم شو حلو، كتير رائع. نقلب من تحت للأعلى بهيدا الشكل عشان يضل المزيج فلافي. بس خلطناهم بهيدا الشكل، هلأ بدنا نبلش بالقلي. بنحط زيت زيتون. بدنا نحط الخليط اللي عملناه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، شكله كتير كتير حلو. خففت الغاز شوي ليستوي البيض منيح. هيدي من الأسفل. بسم الله. واو، هيدا الشكل، شفتوا شو رائع؟ عن جد يعني كتير روعة. رح رش عليها بهار أسود، فلفل أسود، ونشوف مع بعض كيف طلعت.
بسم الله. هيدا الشكل النهائي، صارت مثل الفطيرة. هيدا البيض اللي قليته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.